إلى فعل الماضي ناقص يحتكر الذاكرة وينقص المكان. يا صاحبي، لماذا جعلتنا نحبك إلى هذا الحد؟ في كل واحد منا أثر من جبور لم ينجى من حبه أحد. لذلك أيها الأخوة، عندما نوارد تراب كائنا نحبه يستحسن أن نذكره بحب ونقنع أنفسنا أن الحياة مستمرة وأن علينا أن نلتصق بقاطرتها الكبيرة. إحنا هيك بدنا نذكر جبور، نذكره بحب، بمحبة، بفرح. إنسان كان يحب الحياة، كان يحب الفرح، كان يحب القراءة، كان يحب الكتب، حتى لما كان يعني بعدنا بس قبل سنة، بتذكر قبل سنة طلعنا أنا وياكو على الكفر السميع عشان نشتري كتب، يعني طلعنا خصوصي بس عشان بدي اشتري كتب. قد ما كان يحب الكتب كان يحب القراءة ونهف صغيري، يعني وصلنا أنا وياكو على الجيش وبدنا نشتري هناك تفاح ونضرنا نسأل، قالنا واحد هناك يعني يروحوا على الكروم لقطوا قديش بدكوا شو انتوا، فقلت جبور اطلع. طلعنا على الكروم، رحنا على الكروم هاي وبدينا نعبي بالكياس تفاح. قال لي جبور يعني وبركي حدا مسكنا يعني شو انا عم بسرق تفاح؟ قلت له انت بخصقاش الزلمه هناك قالنا، قال يعني اذا حدا سالنا يعني بدنا نقول له الزلمه هناك قالنا، مين هذا الزلمه؟ احنا بنعرفش حدا هون. قلت له عبي يلا وامشي. قلت له انا بالزمانات لما كنت بالجامعه كنت ضامن كروم التفاح في جنب المعنوط وين كنا نتعلم بالقدس بالالف، كروم تفاح انا كنت ضامنها، كمان كروم الجيش ضامنها. استاذ حنا تفضل. كتبت على الصفحه الفيسبوكيه فكرة مش من عادتي أخذ بس نفسي يعني هذا بس مضطر. كتبت على الصفحة الفيسبوكية: يا صديقي، في الغياب تحضر أنت فيغيب الغياب، ما أنت بغائب. الغارق في حزن بالغ، الغارق في حزن غالب، الغارق في حزن بالغ غالب، هو الغائب. لست بغائب. أشتاق إليك دون ضجيج، أتألم دون شكوى، أحزن بلا دموع. سكينة أنت، صبر أنت، وفرح. وكان واضحا للأصدقاء، أصدقاء الفيسبوك، أن الصديق المخاطب هو توأم الروح جبور. وقبل 3 أيام وصلتني عبر الفيسبوك أيضا رسالة من خريجة مدرستنا، طالبتنا العزيزة آيات خالد قسوم، التي درست الطب في الأردن 3 سنوات وتتابع في هذا العام دراسة الموضوع نفسه للسنة الرابعة حاليا في كلية السقاط التابعة لجامعة بار إيلان. تقول صديقتنا طبيبة المستقبل آيات قسوم في رسالتها: محاضرة 8:15، الطبيبة ذات الشعر الأشقر تدخل قاعة التدريس في كلية الطب التابعة لجامعة بر إيلان. تبدأ المحاضرة وتعرفنا بداية على طاقم قسم التصوير بالأساليب الحديثة رفؤا جرانيت. حدثتنا أن الطاقم تقلص وأن أحد الأطباء ما عاد موجودا وإياهم. وتتابع العزيزة آيات: ها هو الغائب الحاضر رحمة الله عليه، وددت أن أشاركك، تتابعي، وددت أن أشاركك بحدث اليوم وليزيد يقينك أنه خالد الذكرى لا محالة. ولتكتمل الدائرة كتبت لآيات ردا مقتضبا محبا: أشكرك جزيلا أيتها العزيزة آيات، كمثلك كلماتك نبلا وصدقا وبهاء، دوما نتمنى لك الأفضل والأجمل. وهنا أضيف إلى ردي ذلك كلاماً يسكنني ويسكن بعض جراحي: لك يا آيات ولكل أحبائنا الخريجين المثابرين الطماحين، لكم جميعاً صادق أمنياتنا ألا يضيع أي جهد تبذلون وأن تخدموا شعبكم كما خدمه دكتورنا الغالي جبور، تخدمون فتعظمون.
أيها الأحباء، لم نجتمع هنا كي ننتحب، اجتمعنا كي نستذكر فنستحضر. لا ينبغي لنا أن نتهيب أو نتردد في التحدث عن جبور أبدا. الحديث عنه كالحديث معه لا يمل. الحديث عن جبور يثير عطشا وشوقا، لكنه يروي ويعطر المكان والزمان. الحديث عن جبور عبرة وعبرة. الحديث عن جبور دمع وابتسام. الحديث عن جبور نار ونور. نحن اليوم لا نحيي ذكرى جبور، فذكراه تنبض بالحياة وذكره عطر وفخر. نحن في نادي المحبة لا نحتفل بذكرى ميلاد جبور كي نبكي. لا وقت للبكاء، لم يعد هنالك وقت للبكاء. بكينا كثيرا، لكن البكاء رغم ما قد يحمل من مقادير هائلة من الحب والوفاء، البكاء والنحيب والتحسر كلها ليست جدول عمل. جبور لم يترك لنا وصية مكتوبة ولا ملفوظة، إلا أننا نعرف جميعا وصيته دون أن يكون هو قد تلفظ بها. وصيته التي أعرفها أنا، التي أقدرها، وصيته أن نسير ونتقدم مثلما هو سار وتقدم. وصيته أن نعمل ونعمل كمثله هو. وصيته أن نفرح ونفرح كفعله هو. وصيته أن نخدم ولا نهدم مثلما هو فعل. وصيته أن نحب كل بهي نقي كما أحب هو. وصيته أن نعيش، أن نحيا، أن نبارك الحياة. وما نفعله الآن هنا في مقر جوقة الكروان ومعها هو فعل حياة. والغناء الكرواني ككل غناء جميل، الغناء الكرواني حياة، فعل حياة، تعبير عن حياة. من بعض الكروانيين الأعزاء سنستمع إلى بعض ما أحب جبور من غناء وأحببنا نحن. في انتظاركم نحن أيها الأعزاء.